شوفوا يا توانسة، شوفوا على عينيكم كيفاش قاعدين مسيبين كل شيء وقاعدين يتعاركوا ضربة ضربتين وهما موقفين البلاد، لا اقتصاد ماشي لا حتى شيء. اها قص عليا الشارج بالله، عندك شي باور بانك؟ هنكمل اللايف مش لازم. اي فما حديث عنده مديده يدور من قبيل، ما عادش عندنا فلوس باش نخلصوا الشهري، الاقتصاد ماشي ويبرك، حل البرلمان الكلها فساد، وبرشا حديث اخر. والسؤال اللي ديما يتطرح هو هل تونس على حافه الافلاس؟ الله عليك يا شيخ، فما حاجه اتعس من الافلاس. اي نعم، ودايرها وفما نواب وسياسيين بداوا يحكيوا عليها بشويه بشويه، واللي هي الفيلد ستيت، يعني بالعربيه الدوله الفاشله. اي تنجم تقولي تي جبت حاجه جديده انت تو تي نعرفوا انه الدوله فاشله، يا دي خنقول لك وانه الكونسيبت هذا يبحر ولازمه قاعده وتركيز، ولا ذاك برا جيب شربك ويجي اركش خلي نفرك الرمان. الفيلد ستيت ولا الدولة الفاشلة بلغتنا هو كونسيبت خرج كيف برشا اخرين في امريكا في اول التسعينيات وفي اخر الحرب الباردة. الصومال وقتها امورها بدأت تضعضع وبدأت تقرب الحيط بشوية بشوية لين خلطته ولبسته. هالصومال علي الراو فيه وقيل مقمرين في نفس الحيط بالضبط. ما نطولش عليكم، وقتها رئيس الصومال محمد سياد بار خرج من الحكم بعد ما خسر كونتر ميليشيات اللي عبيوا البلاد بسلاح وتفكت الدولة وكل واحد ولا يضرب على ضربوه. كعادتهم الامريكان نجزوا الامم المتحدة وقالوا انه الصومال هذه دولة فاشلة ولازمنا ندخلوا فيها. وقتها اول مرة نسمعوا بالفيلد ستيت ولا الدولة الفاشلة، ومن وقتها العبيد تلوجش معناها وكيفاش خرج. لما حالة مجلة الفورن بوليسي ما قصرت وخرجت دراسة عام 1993 تحكي فيها عن الموضوع، وتعرف الدولة الفاشلة على أساس الدولة اللي تتفكك فيها السلطة وما عادش فما قرارات موحدة يتفهموا عليها الناس اللي يحكموا الكل. لمكنتي كأنه فما وجه شبه وربي يستر من بقي. وكيف كيف الدولة الفاشلة ما عادش تنجم تحكم بالقانون وتفرض التطبيق نتاعه، ولا عاد تنجم تأمن لا أمان لا استقرار لا أمن. استقرار دي تبقى خالتك، أعمل دورة بين القصبة والقصر والبرلمان كي تلقى 100 جرام استقرار راك معلم. أولا يا صديقي ويا صديقتي، الدولة اللي تفلس في السياسة الدولية مش معناها ما عادش عندها فلوس، اما ما عادش تنجم تخلص القروضات اللي عليها. اوه هاني باش نوسع بالي معاكم ونزيد نفسر لكم حسب مؤشرات قالتهم الفند فور بيس والفورن بوليسي. يا حبيبي الدولة الفاشلة راهو مش كان اقتصاديا كهو، صحيح لا فما لا نمو لا اقتصاد طالع لا دينار قوي ويكثر الفساد ومشيلين مشيلين، اما الدولة الفاشلة تضرب زاد اجتماعيا وسياسيا. من ما عادش فما ستابيليتي في المؤسسات بتاع الحكم، توظيف القضاء، كثرة البطالة وهجرة الأدمغة. تحليل على روحي، هنا عايشين في بلاد تنفخ عليها تولي دولة فاشلة. برا نزيد نكمل بيكم اش قالت الفورن بوليسي، الدولة الفاشلة يوليو يرتعوا فيها البلدان الآخرين ولا عندها لا سيادة ولا قدر، وبالطبيعة لا عاد تلقى لا اقتصاد قوي لا خدمات للناس ولا دي سيرفيس. اما اكثرهم المجتمع يولي فيه لا مساواه لا اقتصاد تنافسي لا والو. ها تونس وخيتي، طلعتي عندك لي سامبتوم تاع الفيل ستيت وساكته؟ راهو مش انا كهو قلت في الكلام هذا، بخلاف السياسيين نتاعنا اللي قاعدين يحكيوا فيه الموضوع واللي الحقيقه ولا اخطر من الفلسه. فما تقرير يخرج كل عام اسمه الفراجيل ستيت اندكس، ولكن نحبوا نفسروه مؤشرات الدوله الهشه. التقرير هذا مصنفه فيه اكثر من 170 بلاد حسب برشا مؤشرات، ونلقاو تونس محطوطة بالاصفر ومكتوب عليها warning. لمكن دي لازمنا نستنيو البراني باش يقول لنا راهي خلت. من 2011 حتى هيك شلتوا ثلاثة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، والاحزاب هابطة في بعضها ركبة. بعد توفى الانتخابات وتخرج النتائج ويا ناس ما كان باس، وتمشي الاحزاب تعمل توافق على مصالح ضيقة واللي يخربوا به رواحهم والاحباب والاصحاب من رجال الاعمال والعائلات اللي تحكم في الاقتصاد. هذا شنو يخرج لنا؟ ديمقراطية اجرائية، تمشي كالناس المليح توقف تشد الصف وتصوت. يعطيك الصحة، أما من أجل مستقبل البلاد والمصلحة الوطنية والحاجات هذيك الكل لازمنا نتوافقوا مع الحزب اللي كنا نسبوا فيه. شنو هي باش يعطينا ذا؟ شكشوكة بالجلاس. هاوكا حال البرلماني يبكي من طران تليفون لايف انستغرام زيت لتكمبيس وتكمبي، والشعب يمشي يرهض. الرئيس هاوكا في كوكب آخر، ورئيس الحكومة يمحم على الرياح وما تسمعش منه كلمة لا، المهم خليوني في بلاصتي. ورئيس مجلس النواب يجري من البيت لبيت في البرلمان هارب من عبير موسي واللايف نتاعها. وآخرها العركة اللي عندها شر الكر على المحكمة الدستورية، واللي الرئيس فينا الماء قالها باللازمة لكن مش تتعمل. قال لهم 6 سنين وانتم راكدين ما حبيتوش تعملوها، وتو وين سحقيتوها قاعدين تزلبوا فيها، وهاوكا هي هي وما صححش على القانون. هالمشهد السياسي اللي قزز هذايا ويمشي على الهمكي
بالطبيعة باش يدخل الاقتصاد في حيط. بعد اللي لا فما لا برنامج لا رؤية، تيانا رؤية بالله تي القافز فيهم عنده رؤية متاع عشاء اليوم ولا فطور صباح متاع غدو. فساد في الإدارات وبيروقراطية تخنق أي عبد يحب يخدم ولا يستثمر، وعائلات تحكم في الاقتصاد ومسكرين اللعب ومسميين رواحهم رأس المال الوطني، مؤسسات عمومية باركة وفالسة وفقر ماشي ويزي. وكالعادة التمييز الإيجابي بل وشرب ماه ولا عمل بيه حاجة أخرى، بعد اللي المناطق الداخلية كل نهار أخير من الآخر. واللتعس من هذا كل في وقت الكورونا تونس من آخر الدول اللي تاخذ الفاكسان، بعد اللي يحكموا قال لك حاجة بها إنه الفاكسان خلطنا مخر باش نحنا نتعلموا شنية صار غلط في الدول الأخرى. ديما باش نقعد نفكركم باللي يشيفك، وانتوما قاعدين تتفرجوا توا تونس لازمها أكثر من 10,000 مليار في الميزانية نتاعها باش تكمل العام لاباس. عندنا مديونية بنسبة 80%، يعني بالفلاقي قاعدين ياخذوا في قروضات نسبة 80% من الثروة اللي قاعدين نخلقوا فيها كل عام. ما نمشيش بكم لبعيد نقعد أحكيكم على الاقتصاد الموازي والكونترا والموندو هذاك الكل. عندنا شركات وعباد قاعدين يخسروا في الدولة جرة تهرب الضريبة نتاعهم في أكثر من 25,000 مليار. الحقيقة فما برشا دول تعديت وولت عندها تيكة متاع الدولة الفاشلة، للصومال، لليمن، لسوريا، للسودان. أما هذم الكل طاحوا ودقدقوا على خاطر في بقعة المفاوضات والحوار وهاد كلمة وخذ كلمة، ديريكت مشيو في الكرتوش والصواريخ والحرب والميليشيات. برجو ليا كان تونس شادة ثنية وماشية باش تاخذ التيكة هذيكا، راهم السياسيين نتاعها اللي هازين في وجوه بعضهم التليفونات وحاطين اللايف. وهي فضيحتك يا تونس وقتها تطيح على دولة فاشلة ويجيو يسألوها على شنية طاحت، في بقعة تقول لهم سلاح، تقول لهم لايف فيسبوك. الله لا يهزنا الثنية هذيكا ولا يوصلنا للفيل ستيت، على خاطر اللي يدخل ويشد الثنية هذيكا صعيب برشا كان يسلكها، وهاكم تشوفوا على عينيكم في الدول اللي طاحت في الموضوع. وفي الاخر نحب نقول للسياسيين اللي كان فما شكون يتفرج ولا كان تعرف شكون ابعث الفيديو، راكم باش تدخلوا للتاريخ من اوسع ابوابه زاد، امل المزبله نتاعو كان تكملوا هك. ناس ثارت وماتت وشدت الحبس باش ترى بلادها تقدم القدام مش توخر التالي. احشموا واحترموا الناس اللي انتخبتكم في عوض ما تخيشوا وجوهكم في الانتخابات الجايه وتمشي وتستهبلوها وتطلبوا منهم اصواتهم. اخدموا باش على الاقل الشباب يولي عندهم طرف امل ويكبشوا ويقعدوا ويخدموا. كانت هذه تشيشه من الدوله الفاشله اللي لا قدر الله كان كملنا في الثنيه زي نجم ونخلطوها. ما تنساش باش تعمل جيم، تحط لنا كومنتير شنو رايك في الموضوع، وتعمل ابوني وهذا انستغرام تاعي والانستغرام تاع نويت، وانا نشوفكم في الحلقه الجايه. باي باي.